وأنت تشاهد عناصر المنتخب الوطني لرفع الأثقال لذوي الهمم العالية وهم يتدربون، تدرك أن الإعاقة تقف عاجزة أمام إرادة وتحدي هؤلاء الرياضيين الذين استأنفوا التدريبات استعداداً للاستحقاقات الدولية القادمة. يكون في الجميع باللي الباور ليفتينغ رفع الأثقال لذوي الاحتياجات الخاصة كان متغيب كثير على المحافل الدولية، راه غير كي بدا يتنفس الآن، بدا يتنفس الصعداء، والمشاركات الأولى تاعه يعني العهدة هذه كان جاب ميدالية برونزية في بطولة العالم في رفعة القوى يعني اللي كانت في المكسيك، والبطولة العالمية الثانية مؤخرا اللي اندار في كازاخستان تحصلنا على الميدالية الفضية. لذا نشوف بلي هذه الرياضة راهي في تطور يعني ملحوظ من حين يعني من مرحلة إلى أخرى. البطل العالمي حسين المتأهل إلى الألعاب البارالمبية طوكيو 2021 تحذوه عزيمة قوية للتألق في هذه التظاهرة الدولية وتشريف الراية الوطنية في رياضة تتطلب الكثير من القوة والتركيز. هدف تاعنا واضح اللي هو إن شاء الله نحتل منصة التتويج في هذه الأولمبياد إن شاء الله، ونفرح الشعب الجزائري، وإن شاء الله تكون أول ميدالية بارالمبية في حمل الأثقال في تاريخ الجزائر. والتحضيرات راهي كما يلزم الحمد لله، هذا أول تربص تحضيري للمنتخب الوطني بعد جائحة كورونا. الثنائي حاج حمد وسميرة يسعيان بدورهما من خلال المشاركة في المنافسات التأهيلية إلى حجز مكانة في البارالمبياد. إن شاء الله يا رب نكونوا متأهلين وإن شاء الله نديروا النتيجة، هي كما حتكون مليحة ليا أكيد راح تكون الكامل الطاقم الفني تاعنا تاع الحمل بالقوة، إن شاء الله نديروا بيرفورمانس إن شاء الله اللي نقدروا نروحوا بها لما لا في الألعاب الأولمبية اللي جاية إن شاء الله. الله حنايا نجيبوا التأهل إن شاء الله، كاينة منافسة كبيرة بزاف، ما يخفالكش نعرف المنافسين تاوعي قويين بزاف، إن شاء الله أنايا راني نخدم به نحسن بيرفورمانس تاعي ونجيب نتيجة اللي نقدر نتأهل بها، وإن شاء الله نخدم لله مهاراتي بالأولى إن شاء الله برجع. بعد تغلبه على الإعاقة الجسدية من خلال ممارسة رياضة رفع الأثقال، يرفع زملاء حسين ثقلا جديدا وتحدي آخر عنوانه التألق في أكبر وأعتى المنافسات الدولية لذوي القدرات الخاصة.